الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. كنا نتكلم عن قول الشيخ ابن جرير رحمه الله تعالى نفعنا بعلمه في الدارين آمين. أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام تفهم ونحت لذة الإفهام. ثم تكلم عن الواجب الشرعي فقال وواجب شرعا على المكلف. هنا الواجب في أقسام الحكم العقلي غير الواجب الشرعي، وما يجب على المكلف فعله ويقابله الحرام ما يجب عليك تركه. واجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرف أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى. ثم تكلمنا عن أقسام الحكم العقلي اللي هي الثلاثة، وعندما قال ثم الجواز وهو ثالث الأقسام، والأقسام هي قبول الثبوت والانتفاء. معنى كلمة الجواز أو الجائز يقبل الأمرين معا، الواجب هو ما إيه الثابت، وكلمة الثابت أعم من كلمة الموجود. الثابت العقلي الذي لا يقبل الانتفاء، والمستحيل عكسه وهو الذي المنتفي العقلي الذي لا يقبل الثبوت، والجائز هو الذي يقبل ولما قال أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم كلمة ثم، لماذا عطف بثم ولم يعطف بالواو؟ ثم طبعا هنا للعطف، وثم لمجرد الترتيب، ما فيش هنا تراخي، ما فيش ترتيب مع التراخي، في حاجة اسمها الترتيب الرتبي، يعني بحسب المرتبة. فلو لما يذكر في المراتب، أول حاجة الوجود، بعدين استحالة، وبعدين أنت لو أردت أن ترتبها هل تبدأ بالمستحيل ولا بالواجب؟ واجب. هل تثني بالجائز ولا بالمستحيل؟ بالمستحيل، لأنه الجائز يقبل الأمرين. ثم هنا لمجرد الترتيب في الذكر، وحاجة ثانية اسمها الترتيب الرتبي، يعني التدرج في مراتب الارتقاء أو في مدارج الارتقاء بذكر ما هو الأولى. خلاص كده، فالأولى دون اعتبار تراخ بين المتعاطفين ولا بعدية ولا قبلية في الزمان، يعني بس بمجرد بنرتب بحسب الرتبة، يعني نذكر الأهم فالأهم أو الأهم وبعد كده المهم بحسب الرتبة، زي قوله تعالى في دليل على كده في القرآن نجيب وإذ قلنا للملائكة فسجدوا وجعلنا لكم فيها معاش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم. ثم رغم انه لما انت خلقت مصور، يعني الصورة كانت ما فيش خلق من غير صورة، تمام كده، لانه عرب لازم يكون قائم به الصورة، قائمة به، يعني لا تخلو الجواهر عن الاعراض، والاعراض لا تكون من غير جواهر. لقد خلقناكم ثم صورناكم، هل هنا الخلق الاول وبعد كده والذي يصوركم في الارحام، يعني في اثناء التخليق يكون الصورة مصاحبة، في كل طور من اطوار الجنين له صورة. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، رغم ان امر الملائكة بالسجود كان قبل خلقنا وتصويرنا، قال لآدم عليه السلام. اذا معنى كده هنا يعني كأن هذه المرتبة بعد هذه المرتبة،
يعني ترتيب ايه في الرتبة او في الارتقاء بذكر ما هو الاولى ثم ايه وهكذا. فاحيانا تأتي الواو واحيانا تأتي ثم، ولا يراد بها الترتيب بحسب ايه الزمن، بدليل قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. لو حد لو نظرت إلى الآية كلها تلقاها ترتيب زمني من نوح إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، لكن في البداية ومنك يعني كان يجيبه فيه في الآخر، إنما اللي بدأ به لأنه هو الأولى وهو المخاطب وهو الأول وآدم بفطر الله مثلا. لأن ترتيب هذا رتبي خلاص، وكثير من الآيات في هذا القبيل. إذا ما فيش هنا حاجة اسمها زمن. طيب سؤال هنا يقول لك، فإن قلت الشيخ نفسه بيقول تقسيم الحكم العقلي إلى الوجوب والاستحالة والجواز لا يصح أن يكون من تقسيم الكل إلى أجزائه ولا من الكل إلى جزئياته، لأن احنا هنا لما نقسم الحكم العقلي ثلاث أقسام، هل ده من باب تقسيم الكلي؟ الكلي ينقسم إلى إيه؟ جزئيات، والكل إلى أجزاء. وهل يكون اللفظ الواحد كلا وكليا؟ يكون بس باعتبارين، يعني مثلا كلمة بيت أو كلمة إنسان تكون لفظا ايه كليا باعتبار ايه الجزئيات، وتكون لفظا كلا باعتبار الاجزاء. فاذا قلت بيت تريد اي بيت من البيوت فهذا لفظ كلي، واذا اردت البيت باعتبار سقفه وجدرانه هذا لفظ كل، يبقى ينقسم الى اجزاء. فيصح تقسيمه كلمة بيت تقسيم الكل الى جزئياته وتقسيم الكل الى اجزائه. خلاص لما نجي نقسم انت لك بيت وده لبيت وده لبيت، لما نقسم هنا ايه باعتبار كلي، انما اذا اردنا ان نقسم البيت نفسه هنا باعتبار انه كل، انت لك الدور الاعلى انا الاسفل انت الحجرة اليمين حجرة الشمال، هذا تقسيم الكل الى ايه الى اجزائه. لكن لما قسم الحكم العقلي قال الشيخ لا ينفع يكون من باب تقسيم الكل الى جزئياته ولا الكل الى اجزائه. هم قسموه على اي اساس؟ نشوف. بيقول هنا لا يصح ان يكون من تقسيم الكل الى اجزائه. ليه؟ بل اذ لا ينحل الحكم العقلي اليها. الحكم العقلي ده حكم واحد، يعني كلمة اجزاء يعني ينحل، يعني نفك التركيب، فكل واحد يبدأ على حدة نفصل هذا عن هذا. قال لك لا ده ما بينفصلش، ولا من تقسيم الكل الى جزئيات لانه لا يصح حمله على كل منها. كده لو كان زي كلمة انسان يصح حمله على كل واحد فينا، انت انسان وانت انسان وانت، لان لفظ كل يصح حمله على كل فرد من جزئياته، لكن لا يصح حمل الحكم العقلي على كل واحد منها، ده حمله على الثلاثة مع بعض. هل نسمي نعم جزئياته عن افراده؟ يعني مثلا هذا كلمة هذا ايه معنى في كل في جزئي؟ معنى الكل هو لفظ يصدق على كثيرين، تمام كده؟ اه ده معنى كلمة كلي. اما معنى الجزء يصدق على معين يعني مشخص. اذا قلت انسان يشمل اي انسان، اما اذا قلت ايه عمر بن الخطاب لا يصدق الا على واحد فقط معين، انما كلمة انسان تصدق على من اول ادم الى اخر انسان يأتي في الدنيا، كل ده اسمه ايه انسان. وانما اذا قال الله يا ايها الانسان تشمل ايه اي انسان، اي انسان يصلح ان يكون مخاطبا. انما لو خاطب ايه واحدا باسمه قال مثلا يا عيسى ابن مريم، هل انت الخطاب موجه ليك ولا موجه لمعين مشخص؟ ليه؟ لانه هنا ما قالش يا ايها الانسان، لما اقول يا بني ادم اذا الخطاب تدخل انت فيه ولا ما تدخلش؟ تدخل. انما لو قال مثلا ايه خاطب النساء يا تدخل كل امرأة، كده لما نقول يا نساء النبي هل كل امرأة تدخل في الخطاب؟
لا هذا ده جزء وده كلي، فيبقى الكل تحته ايه جزئيات والكل تحته ايه ما وفق. بعد كده عاوز فرق ثاني يعني انت الان اسمك ايه؟ شريف. انت ايه تعتبر ايه جزئي، ايه الكل بتاعك انسان، وانت تعتبر ايه كل كده على بعضك، ما دي الاجزاء بتاعتك اللي هي جوارحك، يدك وفمك ولسانك وشفتيك ورجليك وما بينهما الى اخره، ولله ملك السماوات والارض وما بينهما. خلاص اذا كده فهمت كان لك اعتباران. لكن هنا لما يجي نقسم، لو قلنا احنا قلنا ايه كل فرد من افراد الكل يطلق عليه اسم الكلي، فهمت ليه؟ اما بالنسبة للحكم العقلي، هل كل فرد من افراد الحكم العقلي اللي هي الوجوب يطلق عليه ولا يطلق على الثلاثة؟ على الثلاثة. يقول ما ينفعش تقسيمه بحسب ايه انه كلي، ولا ينفع تقسيمه بحسب انه كل، لان الحكم العقلي لا ينفصل عن هذه الثلاثة، وهي ثلاثة لا اقل ولا اكثر. يعني لا يمكن تخليها اثنين تلغي واحد، ولا تقدر تلغي اثنين، ولا تستطيع تلغي الثلاثة الا بالغاء عقلك. هنا تستطيع تلغي اي شيء، ما لك لغات العقل يبقى ايه على الدنيا السلام، الغي زي ما انت عاوز. صح، بيقول لك لا يصح حمله على كل منها اذ لا شيء منها بحكم، احنا بنقرأ كلام الشيخ الان نفسه، اذ لا شيء منها بحكم عقلي لما مر من تفسير الحكم بانه اثبات امر لامر او نفيه عنه. طيب لما نقول كده ايه الاحكام العقل الثلاثة؟ الوجوب والاستحالة والجواز. طيب احنا لما جينا عرفنا الحكم قلنا ايه اثبات امر لامر او نفيه عنه. طيب لما نقول الوجوب كيف نقول الوجوب حكم عقلي؟ اذا كان احنا عاوزين نثبت امر لامر، ما الذي اثبتناه للوجوب او ما الذي اثبتنا الوجوب له؟ ما الحكم لازم يكون اثبات شيء لشيء او نفي شيء عن شيء. لو قلنا كده الوجوب وحده كيف نقول حكما عقليا؟ اذا كان الحكم لازم يكون تصديق مش تصور، لازم يكون ايه مفردين او في نسبة. قلنا كده الوجوب، لم نقل الوجوب لايه لاي شيء ولا اي شيء له الايه الوجوب. احنا تعريف الحكم اصلا اثبات امر لامر او نفي عنه، والاحكام كلها تدور حول هذا المعنى اثبات او نفي. في محاكم في الدنيا كلها، في حكم وفي حاكم، في محكوم به وفي محكوم عليه، بتحكم كل قضايا المحاكم تدور حول امرين، يا اثبات يا نفي. لما يقولوا حكمت المحكمه ببراءه فلان يعني عملت ايه؟ هذا نفي، براءه يعني نفي. ولما تحكم بالادانه يعني اثبات، مفيش حاجة غير كده. في محكمة تحكم بالتوقف، ها يقولوا احنا ما حكمنا يعني، وبعدين ما ينفعش حتى كده، مش حكم ده، مش محكمة. اذا انتوا حكمتوا الا تحكموا يعني معناها الغيتوا المحكمة، مفيش احكام خلاص. والحاصل شوف كلام الشيخ، انا لا نسلم انها اقسام للحكم. شوف كلام الدقيق هنا، قال احنا مش مسلمين ان هذه اقسام الحكم. ليه بقى؟ لأنه كلمة حكم إما إدراك وقوع النسبة أو لا، يعني تثبت الإيه النسبة اللي انت حكمت بها أو تنفيها، الأحكام لا تخرج عن هذا، فيكون كيفية وصفة للنفس كما هو التحقيق. يعني احنا اللي بنتكلم عنه ده كيفية وصفة للنفس اللي هو إدراك، يعني كلمة إدراك وقوع النسبة. ايه معنى ادراك وقوع النسبة؟ يعني كيفية وصفة للنفس، لان الادراك ده لا هو فعل ولا هو عدم فعل، امال هو ايه؟ كيفية. كنت موجود امبارح في الكيفيات كده، انت مش عارف الشرط. واما ايقاع او انتزاع،
لو كان كيفية يبقى ما فيش فعل وما فيش ترك، ولو كان ايقاع او انتزاع فيكون فعلا من افعال النفس، وايا ما كان فهو بسيط فلا يكون مركبا حتى يكون من الاول، اللي هو اثبات امر لامر. لما يكون اثبات امر امر يقول لابد يكون في ايه تركيب، انما ده الكيفية ده او ايقاع او انتزاع ده يعتبر بسيط ده ولا مركب؟ بسيط. وليست هذه جزئياته حتى يكون من الثاني، ما ينفعش يكون من الاول ولا ينفع ان يكون من الايه الثاني. قلت الشيخ حل الموضوع، ان في عبارتهم هذه مسامحة، هي معنى مسامحة يعني ارتكاب شيء فيه تجوز، يعني عاوز اقول لك عديها يعني مشيها الموضوع ده خليها كده اقسام، وهي مش اقسام. والمراد ان كل ما حكم به العقل من اثبات او نفي لا يخرج عن اتصافه بواحد من هذه الثلاثة، يعني في التحقيق ان هذه الثلاثة ليست اقسام الحكم وانما هي اوصاف الحكم. يعني الحكم يتصف بها، وعشان كده ما دامت يعني الحكم لا يخرج عن اتصافه بواحد من الثلاثة فجعلوها اقساما تجوزا. يعني ايه معنى تجوزا؟ يعني تسامحا تساهلا تسيبا، سميها انت زي ما تحبك، عبر بالعبارة اللي انت تناسبك يعني. والمراد أن كل ما حكم به العقل من إثبات أو نفي لا يخرج عن اتصافه بواحد من هذه الثلاث، يعني هكذا كده حكم عقلي موصوف بحاجة غير الثلاثة، ها ما فيش استقراء عقلي حكم عقلي. فلما كان لا يخرج عن اتصافه بها جعلوها إيه أقساما له تجوزا. فافهم أي اعرف هذه الأقسام الثلاثة حق معرفتها، لأن على معرفتها مدار الإيمان، لأن على معرفتها مدار الإيمان بالله تعالى وبرسله عليهم الصلاة والسلام. يعني قال لك لو حفظت أو فهمت أو عقلت هذه الثلاثة فإن مدار مسائل الإيمان والعقائد والتوحيد والشرائع تدور عليها. ولذلك إمام الحرمين وغيره قال إن معرفتها، الإمام الغزالي قال إن معرفتها هي العقل، أن تعرف ما هو واجب وما هو مستحيل وما هو جائز. بعض الناس في الجملة يقول، لكن المشكلة في إيه؟ في التفصيلات، في أشياء دقيقة جدا هي من متعلقات القدرة أو من متعلقات الإرادة، والقدرة تتعلق بالممكن، وبعض الناس لا يعرفون إيه الفرق بين الممكن وبين الواجب، فيجعلون القدرة تتعلق بالواجب أو تتعلق بالمستحيل. بعضهم في علماء إيه كبار فيقعون مثلا في إيه مشكلات كبيرة جدا ولا يجدون لها حلا، ليه؟ لعدم وقوفهم عند معرفة هذه الثلاثة. وبعدين دعانا الله سبحانه وتعالى في كتابه إلى التأمل والتعقل والتفكر، وهو العقل، ولا يمكن أبدا أن يوجد في النصوص الدينية ما يعارض العقل أو ما يعارضه العقل. ليه؟ لأنه المصدر واحد، واهب العقول هو منزل الشرع، هو منزل الكتاب، والله جعل العقل ميزانا. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أنزلنا معهم الكتاب والميزان، في كتاب يعني منهج نصوص وهناك ميزان كده. الكتاب معروف اللي هو إيه القرآن، والميزان اللي هو إيه العقل، وبعد كده نزل حاجة ثانية اللي مش هيلتزم ومش هينفع معاه الكتاب ولا الميزان، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد،
ما هو في ناس ما تنصحش معها كده، الحجة العقلية ما تجيش، فنجيب نستعمل ايه الحديد عند ايه اللزوم. فافهم منحت اي اعطيت، اي اعطاك الله سبحانه وتعالى، لان العطاء كله من ايه، من واهب العطاء، وهو سبحانه وتعالى القائل وما بكم من نعمة فمن الله. وعطاؤه سبحانه وتعالى على الإنسان لا حدود له، عطاء كثير يشمل إيه؟ موهبة العقل والسمع والبصر والرزق، ويشمل كل ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه، وأيضا من ذلك الفهم، وهو أيضا عطاء، إلا فهما إيه؟ يعطيه الله تعالى أحدا في إيه؟ في كتابه. فكل عطاء، وما كان عطاء ربك إيه؟ محظورا. محظورا، يعني العطاء هذا ليس محظورا، يعني ليس ممنوعا، لا للمؤمن ولا للكافر. كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وما كان عطاء ربك إيه؟ محظورا. أي فافهم منحت لذة الإفهام بفتح الهمزة، الأفهام إذا جمع فهم، خلاص كده. فافهم منحت لذة الأفهام، إذا جمع فهم تبقى إيه؟ أفهام. إنما الإفهام ده اللي هو مصدر، تمام كده. وهو الإدراك، أي العلم والمعرفة. فإن من أعطي لذة العلوم والمعارف فقد أعطي خيري الدنيا والآخرة، يعني أفضل ما يعطاه الإنسان هو الفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى. وحتى لو أعطي الإنسان فهما قليلا، يعني بهذا الفهم القليل يتمتع بإيه؟ بعافيته وبماله وبعقله. ولو كان عنده مال كثير جدا ولم يعطى فهما، ممكن يضيع منه كل شيء، وممكن بالفهم القليل يحصل كل شيء. يعني بفهم قليل بسيط يستطيع أن يحصل خير الدنيا والآخرة. وممكن إذا لم يعطى الفهم ممكن يضيع كل خير إيه؟ أعطاه الله سبحانه وتعالى له بسبب إيه؟ عدم إيه؟ فهمه. ولكن دائما إيه؟ يلوذ الإنسان ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فقد وواجب شرعا، هي معنى واجب شرعا، نقول واجب، تسمع كيف يقول لك واجب شرعا. شرعا دي منصوبة ليه؟ يعني وواجب وجوب شرع. فايه اللي حصل؟ ايه الخافض ده؟ المضاف اليه، المضاف والمضاف اليه. خلاص، ممكن واجب في الشرع في كلام، لكن احنا بنختار الايسر، واجب وجوب شرع. يبقى لما حذفنا المضاف اليه اللي هو ايه؟ منصوب، والمضاف المضاف منصوب، والمضاف اليه مجرور، فقام المضاف اليه مقام الايه؟ المضاف، وانتصب انتصابه. واضح كده؟ لما منصوب هنا على نزع الخافض، مش معنى الخافض يعني حرف جر، في بعض الناس كده يفهم معنى الخافض. فين الخافض؟ لو قلنا مثلا واجب في الشرع، إذا ممكن نقول الخافض اللي هو الايه؟ حرف الجر. انما فين الخافض هنا؟ مفيش، ابقى معناها يعني مفيش حرف جر، يعني مفيش خافض. ما هو المضاف ده بيخفض برضه اللي بعده. تمام. واجب شرعا اي وجوب شرعا، فحذف المضاف، فحذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه فانتصب انتصابه. كان الشيخ يقول لنا زي ايه؟ زي السوسته كده، اول ما يتحذف الايه المضاف يروح الثاني ايه ينط كده بره، على روحنا ينطق زي السوسته كده مباشره، زي قوله تعالى في سوره يوسف
اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. اصل ايه اطرحوه في الارض اللي هنا ايه منصوبة على ايه على نزع الخاف. ما ينفعش تبقى حال لانه معنى لو خلتها حال اطرحوه حالة كون الحال ده يدل على ايه على هيئة تمام. ها ما ينفعش يبقى معنى كده هو في الارض تطرحه في الارض ما خلاص صح كده تمييز. فانتصب انتصابه هو منصوب على انه مفعول مطلق اي وجوبا مستفادا من الشرع اي الشارع وهو الله سبحانه وتعالى. يعني انه يجب وجوبا شرعيا. الشيخ يسرع عشان يقول لنا على الشيخ. نعم يا سيدي. سلام سلام الله جاي زين ما شكرا جاي سلام. انا فكرت قلت النهارده مطر مش هيجي. خلافا للمعتزلة. المعتزلة قالوا ان معرفة الله تعالى واجبة بايه بالعقل. نعم هذا تفسير لما هم قالوا هنا حتى لو آمن بالرسول لكن قالوا المعرفة وجوبها أصلا بإيه بالعقل. وبعدين عندهم إيه الإجابة العقل ده يعني هو حيبقى مثلا من المذمومين عقلا او من انما الواجب الشرعي ده حيترتب عليه سؤال وعقاب ووعيد بخلاف الواجب العقلي بس يذم عند العقلاء فقط. يعني الناس العقلاء يقولوا ده يعني ايه قصر في شيء واجب عليه لما ترتبش عليها لا جزاء في الاخرة او شيء. هذا معنى الكلمة الوجوب الايه العقلي. ومثلوها زي مثلا انسان اكرم انسانا وأنعم عليه وجاء له بمائدة فيها طعام وشراب ثم لم يكلف نفسه أن يعرف هذا الذي أنعم عليه وأطعامه وسقاه فهذا يذم عند العقلاء أو لا يذم؟ هو حتى لو حتى في الشرع أيضا يذم تمام. إنما هم جعلوا العقل مستقل يعني لو لم يبعث الله تعالى رسولا لوجبت المعرفة بالإيه بالعقل وجاء الرسول عندهم مؤيدا لإيه بالعقل. على المكلف من هو المكلف ها؟ على المكلف من الثقلين اللي هم الإنس والجن. إذا المكلف يشمل إيه الإنس والجن صح. والملائكة لا مش داخلينش في التكليف ليه ده موضوع ثاني التكليف هم داخلين في التكليف لا لأن المكلف التكليف معناه إيه أول حاجة نعرف مين هم من هم الثقلين الثقلين من هم الإنس والجن بدليل قوله تعالى ها سنفرغ لكم أيها الثقلان. والخطاب قبلها يا معشر الجن والإنس. يبقى الثقلان هم مين نعم سنفرغ وسيفرغ من الاثنين ثم تشير إلى القراءات بسم الله ما شاء الله. سنفرغ لكم مين اللي يقرأ سيفرغ تمام جميل علامك قوله من الثقلين يبقى أخرج مين أخرج الملائكة لأن معرفتهم بأحكام الألوهية ضرورية في حقهم فلا يكلفون بها. فلو كلفناهم بها يبقى تحصيل حاصل يعني هم المعرفة ضرورية هم مفطورون عليها مجبولون عليها عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني مش معنى كده لا تجب عليهم المعرفة وهم وليس معناها ان الملائكة لا يعرفون الله ولا لا معناها هم امر المعرفة ده مش عندهم من باب التكليف ولكن عندهم ايه امر ضروري. لا موضوع التكليف ده موضوع ثاني
يعني عندهم أن المعرفة حاصلة لهم بطبيعة خلقتهم وليس من إيه؟ من التكليف. يعني معناها مش لم تحصل لهم بالنظر والاستدلال واكتساب العلوم كما هو شأن البشر، ولكن الله تعالى جبلهم وخلقهم عليها، فهم عارفون بأحكام الألوهية ومنزهون، وليس فيهم مجسمة ولا مشبهة ولا إيه بحسب إيه أصل الخلقة. قال تعالى إيه في سورة في سورة الأنبياء قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، بل عباد ولدا من الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هم من خشيته مشفقون. يبقى إذن الملائكة بأصل الخلقة لا تتأتى منهم المعصية ولا يكون منهم الإنكار ولا الجهل، خلاص كده. يبقى هم بأصل خلقتهم، يبقى كيف نكلفهم بالمعرفة والمعرفة فيهم وهم عارفون بأصل خلقتهم، والمعرفة عبارة عن اكتساب ونظر واستدلال، وكل هذا خلقهم الله تعالى وفطرهم عليه. واضح كده؟ الأنبياء هاد كمان؟ نعم؟ الأنبياء أليس كذلك كمان؟ لا، الأنبياء فيهم عندهم تكليف مكلفون، لكن الأنبياء في مقام أشرف، وما حصل لهم بالوحي وبالتكليف فصاروا في درجة أعلى من ناحية أخرى. لكن هل النبي كده يولد على المعرفة زي الملائكة؟ ليه؟ لأن الله تعالى خاطب نبيه بقوله ما كنت تدري ما الكتاب وما كنت تتلو، واضح الأدلة. فالمعرفة عنده إيه؟ اكتسبها بس مش بطريق العقل ولا بطريق النظر، بطريق الوحي. تمام كده؟ عشان نفرق بين الملك، إنما الملك على طول خلق عارف وعالم ومسبح ومنزه وموحد، فليس فيهم مشرك ولا مبتدع ولا شيعي ولا خارجي ولا وهابي. هذا العباد مكرمون. إذا معرفتهم أي الملائكة بأحكام الألوهية ضرورية في حقهم، شو كلمة ضرورية؟ فلا يكلفون بها. لا، أما البعض الناس زي حتى منهم الإمام السبكي بيقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل أيضا إلى الملائكة، هذا هو إيه اللي بنقول عليه إرسال تشريف، خلاص كده. هذا هو الإيه إرسال تشريف. طيب ليه أفر واحد قال كده، أليسوا مكلفين عن الملائكة بأحكام شريعتنا؟ يعني هم مش يذكر الله ويوحد حتى في الأصول، مش شرط يعني في الأمور الأخرى. فالجواب إيه؟ أنه لا تكليف إلا بفعل اختياري، وهم ما عندهمش اختيار. إذا كلمة تكليف زي ما تجيش إلا مع إيه؟ مع الاختيار. فهل هم مختارون؟ لا، لأنهم إيه؟ معصومون، والعصمة في حق الملائكة غير في حق الأنبياء. العصمة في حق الملائكة خلق مانع من ارتكاب المعصية ملجئ، أما في حق النبي غير ملجئ. إيه معنى ملجئ وغير ملجئ؟ يعني لو أراد النبي أن يعصي، هو القدرة في المعصية موجودة عنده، وتركه للمعصية ليس تركا اضطراريا، يعني الجاء يعني فيش منع قهري، بخلاف الملك لو أراد أن يعصي لا يقدر، ما فيش لعنده شهوة ولا عنده مثلا نوازع بشرية. يبقى إذن التفسير مثلا في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، أليس كان قادرا بحكم أنه بحل وإنسان وسوي وفيه وفيه إلى آخره، ولكنه امتنع. هل هذا الامتناع ملجئ؟ يعني هل يستوي مع من يعجز أو مع غير القادر؟ لا، وإلا لا يمدح. فإذا ترك الإنسان المعصية وهو قادر عليها يمدح
في هذه الحالة يبقى أكمل وأشرف لأنه تركها وهو قادر، زي ما احنا نسمي كده العفو عند المقدرة، هذا يمدح فيه، إنما عند العجز لا يمدح، ده بل يذم عليه. يبقى إذن الفرق بين عصمة الملائكة وعصمة الأنبياء إن الملك لو أراد أن يعصي لا يقدر، يبقى ما فيش عنده اختيار، لأن التكليف ده معناه في اختيار، يعني يستطيع أن يتأتى منه الأمران الإيمان والكفر أو الطاعة والمعصية، وهذا لا يتأتى منه إلا أمر واحد لأنه ما فيش اختيار. المسألة واضح، يبقى عند الملك ملجئ وعند النبي غير المرجئ، ولذلك من الأكمل وأشرف وأفضل الأنبياء، لأن امتناعه لم يكن من باب الإلجاء بخلاف الملك. ولو قلنا بخطاب بأحكام شريعتنا ما ينفعش، ليه؟ لأنه لا تكليف إلا بفعل اختيار. وفي كمان حاجة ثانية في القرآن، ألم يقل الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وبعدين مين اللي علم الملائكة؟ إذا بعد تعليم سيدنا آدم للملائكة لم يبق منهم من يجهل صفات الله تعالى أو ما يجب وما يجوز وما يستحيل، ربنا علمهم على يد مين؟ آدم عليه السلام. إذن اللي يقع منهم الجهل والخطأ فيما يجب وما يجوز وما يستحيل هم مين؟ البشر. فالملائكة لا يقع منهم هذا أبدا. نحن مشكورين على معرفة آدم، شو بظن تعليمهم إذا ممكن آدم؟ نعم، إنه بيعرفوا، شو بظن إنه آدم يعلمهم؟ أصل المعرفة هم مفطورين عليها زي ما قلت. إذن التعليم اللي علمهم آدم من باب الزيادة، وقل رب زدني علمه، والعلم لي حد، الأصل موجود لكن زودهم معرفة فأصبح يعني عندهم زيادة. ممكن أقول أن آدم لا لم يبعث لهم، ده هو امتحان للملائكة، لما وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها، فأراد الله أن يعلمهم وجعل هذا التعليم بواسطة آدم، لكن ما فيش تكليف، لم يصدر لهم تكليف أصلا حتى نقول إنه بعث إليهم. ولو كانت هناك بعثة من الرسل إلى الملائكة لكان أول المبعوثين من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا الإرسال على قول بعض العلماء إرسال تشريف، يبقى الملائكة كلهم، خد بالك، علماء بالله تعالى كلهم، رؤساء الملائكة وكبار الملائكة وعموم الملائكة كلهم علماء وعارفون بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ليه قلنا كلهم علماء ولم نقل كلهم عارفين؟ معرفة معرفة عن اكتساب، أما العلم لأن المعرفة إنما العلم وفيش حد فيكم يعني يهتدي إلى الجواب من القرآن الكريم، لأن الله تعالى وصفهم في كتابه بالعلم ولم يصفهم بالمعرفة. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، ثم قال في حق الناس وأولو العلم، خد بالك يعني لما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو وعطف والملائكة وأولو العلم، بعدين ايه بعدها؟ قائما كده، ده حال، ده حال او صفة؟ صفة لإيه؟ صفة للإله المنفي، يعني كأن الله تعالى يقول لا إله قائما بالقسط إلا هو، تمام كده؟ يبقى ممكن نجعلها صفة لا للمنفي اللي هو الإله، يعني كأن الله شهد أنه لا إله قائما
بالقسط أي بالعدل إلا هو. واضح؟ لا. إذا قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، إذا لما قال وأولو العلم دي كان في حق الملائكة ولا في حق الناس؟ حق الناس. لا إله لا، لا إله قائما بالقسط. هو هنا لما يقول قائما بالقسط يعني من الذي يقوم بالقسط؟ لا. وأيضا دليل الألوهية منتفي أصلا، يعني معناها لا إله، حتى لو قلت في إله غير قائم بالقسط مثلا عاوز تقول كده ينفع، لأن دليل التوحيد هنا بيثبت الكمال، ما بيتعرضش لا يريد ان يثبت ان ينفي التعدد هنا، هو بيتكلم على الثناء، يعني موضوع التعدد في الايه الثانيه بتاع سوره الانبياء لو كان فيهما الهه الا الله لفسدت، انما هنا يريد اثبات الكمال لله. ثم قال في حق الناس واولو العلم، فلم يطلق الامر كما اطلقه في الملائكه. خد بالك كده اللطيفه دي، يعني قال بالنسبة للناس أو للبشر لم يعطفهم في الشهادة، لأنه هنا المعطوف إيه؟ شهد الله معناه كده، والملائكة وأولو العلم أنه لا إله إيه؟ قائما بالقسط أو لا إله إلا الله، خلاص كده؟ فعطف أول حاجة بدأ بنفسه وثنى بالملائكة، ولما قال في الملائكة والملائكة يعني معناها وكل الملائكة، وعندما ذكر البشر لم يذكر الجميع، قال وأولو العلم يعني معناها يوجد في البشر من هم ليسوا بأهل علم جهل، أما الملائكة كلهم علماء، وعشان كده لم يقل إيه كما قال في حق البشر وأولو العلم، وإنما أطلق، يعني هل أطلق، هل قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والناس؟ لا. إنما عند الملائكة قال والملائكة، عند الناس خص مين بالشهادة؟ قول العلم. يبقى هذا يستفاد منها انه لا يوجد في الملائكة جاهل. واضح لسه؟ انت اشرح عزيم اشرح، مهم احنا وصلت ولا لسه؟ وصل. يبقى اطلق في حق الملائكة، والاطلاق يفيد انه ليس فيهم من يجهل. اما في حق البشر خص ايه؟ الشهادة بمين؟ وفي آية ثانية واضحة كمان اللي هي في سورة النساء، لكن الله نفس الموضوع يشهد بما أنزل إليك، ها بعدين والملائكة، حين بعد الناس خالف عن الموضوع حتى أول علم ما ذكرهم، إنما ذكروا هنا في آية إيه؟ آل عمران. ما فيش أولو العلم في النساء، قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة وكفى بالله شهيدا، يعني حتى شهادة الملائكة يعني مش عاوزينها برضه، يعني إنما هي الشهادة في الله سبحانه وتعالى خلاص، إذا شهد الله قال خلاص مش عاوزين، لكن معناه ما ذكرهم ليه؟ قال التشريفا لهم أو بيانا ليه؟ لشأنهم وقدرهم وعلو شأنهم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا ايه سموا اي الايه المكلفين من الانس والجن سموا ايه ثقلين، ليه؟ لانهم ايه ثقلوا او اثقلوا بالتكليف، يعني في ثقل عليهم، حمل عليهم، اعباء. ثم الملائكة بيطيعوا يصلوا ويتعبدوا لله وما من موضع في السماء زي الحديث ايه ما فيها موضع الا وعليه ملك، لكن هذا عندهم ليس فيه ثقل ولا يشعرون به بتاع، يعني ده اصبح من طبيعتهم لا او سجية لهم، لا يشعرون بثقل ولا بايه بكلفة ولا بعناء، بدليل ان الواحد يركع فلا يقوم الا ويسجد. لما انت لو قعدت لو الامام اطال دقيقتين في السجود بيجي لك انفجار في يعني انت تكاليف عندك ثقيلة جدا،
واول ما تصلي الفرض تحس انك يعني تخلصت من عبء كده. انما الملك لا، ده بيتلذذ بيتنور، مش معناها يرى انه ده. وكل ما الانسان ترقى في العبادة يشعر بلذة، فلما يشعر بلذة يعني يذهب عنه ثقل او عبء التكليف فيطيل. طبعا ما تمتسش الناس كلهم على حال واحد، ورب انت تشعر بلذة وتموت الناس وراك. كلام ده ما تكون وحدك، صلي حتى الى ان ينفخ في الصور. لما يكون معك ناس خفف، ما عندهمش نفس اللذة اللي عندك. تفضل. بالنسبة لقضية رفع التكليف، هل يعني في علاقة بين هذا الكلام وبين رفع التكليف ان هو ممكن يتحقق ولا يشعر المصلي او المؤدي لفريضة معينة مثلا بعدم الثقل؟ لا، مقام في العبادة لذة لذة لذة. وفي ناس وفي ناس يعني رفع الكلفة مش رفع أصل التكليف. نعم، رفع يعني يشعر بأن عبادته هذه ليس فيها ثقل ولا عبء. أو معنى كلمة التكليف، لأن هنشرح الآن معنى كلمة التكليف. يبقى معناها سموا إيه؟ أي الإنس والجن إيه؟ ثقلين، لأنهم إيه؟ ثقلوا بالتكليف. أو في كمان قول ثاني، لأنهم إيه؟ ثقلوا الأرض، يعني أثقال أحمال بلاوي على الأرض موجودة. سبحان اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض من اثقالها احنا صح. وعليه فالجن على وجهها الا اننا لم نرهم. طب الجن معانا برضو، بس المشكله مين الملاحظ ومين المشاهد والرزايا كلها مين اللي بيتهم بينا احنا؟ حتى لو الجن عملوها إذا احنا المتهمين، لان احنا المشاهدين، ودول مخفيين بيلعبوا من ورانا. وثقلين تثنية ايه؟ ثقل. تمام. الانس والايه؟ والجن. في الجوهرة انه طبعا معروف سن التكليف بالنسبة لسن البلوغ، لكن في قول انه الجن ده يكلف من اصل ولادته، ما فيش عنده سن التكليف، تظهر عليه علامات البلوغ وامارات، يعني يكلف من ايه؟ من اصل الخلقة، من اول ما يولد يبقى ايه؟ مكلف، يعني لا يمر بهذه المرحلة. والدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم مرسل الى الثقلين واضح، انه مرسل الى الجن كما هو مرسل الى الايه؟ الانس. عندكم الدليل في القرآن الكريم؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله ومن لا يجب فليس بمعجز وليس له من دونه أولياء. إذن الرسول مرسل إلى إيه؟ إلى الجن كما هو مرسل إلى الإنس. والنبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم ودعاهم للإيمان. والتكليف، تعريف التكليف، في تعريفين للتكليف: إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة. إيه الفرق بين التعريفين؟ لو قلنا إلزام ما فيه كلفة يبقى فلا تكليف بالمندوب، لأن المندوب ده إيه؟ ما فيهوش إلزام. نتكلم عن تعريف إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة. فلو قلنا إلزام يبقى ما يدخلش الإيه؟ المندوب، وما يدخلش أيضا إيه؟ المكروه، لأنه المكروه ما فيه إيه؟ طلب في الترك بس ليس على سبيل الإلزام. يبقى لا تكليف بالمندوب والمكروه على الأول، خلاص، بخلافه على الثاني. لو قلنا طلب حيدخل ايه؟ حيدخل المندوب، لانك ايضا مطلوب فعله. زي بعض الناس كنا في الازهر رحنا طلب، اول ما يجي كده صلاة مثلا جنازة او يجي مثلا حاجة فيها ايه؟ سنة يعني تطوع، فيقول هذا ليس بواجب. وهو ليس بواجب، ليس فرضا، لكنه هل هو متروك ولا مطلوب؟ مطلوب. فهو بعض الناس يفهم انه كلمة مطلوب يعني واجب، لا، ده واجب يعني طلب فيه الزام.
أما مجرد الطلب يدخل فيه ما كان على سبيل الإلزام وما كان على غير سبيل الإلزام، فيقصر الإنسان في المندوبات على أساس أنها إيه ليس فيها إلزام، يعني كأنها يعني إيه اتحذفت من ال، يعني عاوز كل حاجة في بعض الإنسان زي العبد كده يقرأ عبد العصا عاوز كل شيء بإلزام وإلا مش هيفعل حاجة. زي الأعرابي يسأل كم فرض الله عليه يقول له 5 صلوات هل علي غيرها يقول له لا يقول له خلاص مش مصلي غيرها إلا أن تطوع يقول له والله ما حتطوع أنا عاوز، إنما لو قال له عليه غيرها كان إيه كان استجاب، إنما لما جات من التطوع قال لا يا مش عاوز يعمل إلا اللي فيه أمر وعليه عقاب غير كده مش هيعمل أي شيء ولا هيصلى، فعاوز كل حاجة بالأمر كده. والتكليف إلزام ما فيه كلفة، وقيل هو طلب ما فيه كلفة، فلا تكليف بالمندوب والمكروه على الأول الصحيح بخلافه على الثاني. يبقى إذن عندنا اختلاف في حاجتين اللي هم إيه المندوب والمكروه. إذا كان تعريف التكليف إلزام ما يدخلوش، وإذا كان طلب في حاجة ما تدخلش على التعريفين اللي هي المباح، لأن المباح ما فيهوش إيه ما فيهوش طلب أصلا، واضح كده؟ يبقى المباح لا يدخل على التعريفين، لا يدخل اتفاقا. ألا يقال أنه يطلب اعتقاد إباحته؟ هذا موضوع ثاني عاد ده لسه هنتكلم فيه هذه. يبقى إذن المباح ما يدخلش في موضوع الطلب، لما أما موضوع الاعتقاد دي قضية ده هنتكلم فيه. والمكلف مين هو؟ ها من هو المكلف؟ خد بالك التكليف هنا مش تكليف بالأحكام، تكليف بأصول الدين. فالتعريف التكليف هناك في الفقه في الأحكام غير التعريف هنا. تكليف بالعقائد يعني تكليف بالدين نفسه، تكليف بالإيمان بقضايا الإيمان. يبقى مين هو المكلف؟ أول شرط البالغ. طبعا ده في الإنس، قلنا الجن ما من أول ما يطلع. البالغ إيه؟ العاقل. يعني لو كان لسه صبي 2 3 4 لحد يعني ايه ها يبقى غير مكلف. مش معنى بعض الناس يفهم يعني غير مكلف يعني معناها لا يطلب، غير مكلف يعني الزاما، انه ممكن يطلب منه النطق بالشهادة، 2 يطلب منه الفهم بعض المسائل، حتى في الحديث من استفتح يعني عندما يبدأ الولد الصغير ينطق يتعلم الكلام، ففتح عليه وجعله يقول لا إله إلا الله لا يزال يؤجر عليها إلى يوم القيامة. يبقى هنا بس مش على جهة الطلب ولكن على إيه؟ على جهة الندب والاستحباب. مثلا بدل ما تقول الكلام الفارغ بقول اشتم فلان وسب كذا، ده في ناس بتأمر بالمعصية أو يحفظ أغاني يحفظ قل هو الله أحد مثلا، مش اول حاجة بنعملها في اذن المولود ايه اذان التكبير. شوف سبحان الله. يبقى معنى كده عشان يسمع، رغم انه هنا يعني هو مش بيسمع مثلا لسه السمع ما اشتغل او لسه بس بيسمع مش فاهم، لكن معناها اذن لها اثر حتى وان كان الصبي لا يفهم معناها، لكن الناس تؤثر ولا ما تؤثرش. يعني بعض الناس العجم غير العرب لما كانوا يعني مثلا بعض الناس قالوا تعالوا كده سأقرأ عليكم، فقرأ عليهم كلام كده عادي كده، ثم بعد كده هم ما يعرفوش لا يعني ايه معنى الكلام ده ولا حروف ولا اي لغة، ثم قرأ عليهم ايات من القرآن وبعدين سألهم بلغتهم ايه الاثر وجدتوه، قالوا في الكلام الثاني، رغم ما عارفين ده قرآن ولا كلام ولا اي شيء. فتجد كثيرا من الاعاجم او المسمع القرآن يؤثر فيه، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، ولذلك قراءة القرآن وتعبد بها فهمت المعنى ما فهمتش تتلو ولا ما تتلوش، لأنك تجد له آثارا قلبية عجيبة، وتسمع الآية فتتأثر لها وتعيش بروحك معها وأنت لا تفهم منها أي شيء. أما لو فهمت بقية تعمل إيه؟ تطير بأجنحتك في الهواء. إنما أي كلام عادي حتى ولو كان من كلام الأنبياء لا يؤثر فيك إلا إذا فهمت معناه. بعض الناس كانوا في المدينة الجامعية اما كنا طلب احنا يجيب لك رياض الصالحين ويقرأ الحديث وما يكلفش نفسه حتى يشرح كلمتين. هل الاحاديث تعبد بتلاوتها؟ لا، لا نقرأ ايتين قرآن مثلا لو
بس مجرد يقرأ الحديث وحياته الكتاب خمس دقائق اسمه قال ألقى درس. طيب كذا انت حصل تشابه عندنا. اشرح اشرح بسيط بما اوتيت، لانه ده مش متعبد بتلاوته. عاوز تدينا حديث الدين اهلا وسهلا على العلم ورد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اشرح بين حتى المعاني اللغوية المفردات، اقول اسم العرف بالصحابي بترجمته راوي الحديث اي شيء، انما بس تلاوة كذا وخلاص. هذا ليس متعبدا ايه بتلاوته بخلاف القرآن نتلوه ايه ونتعبد بتلاوته. يبقى اذن التكليف هنا ليس بالفروع، يكلف المين البالغ العاقل، خلافا ايه للحنفية. بعض الحنفية قالوا بتكليف الصبي المميز، الصبي العاقل بالايمان، وكذا بتكليف البالغ الذي لم تبلغه الدعوة ونشأ بشاهد جبل الوجود العقل. تعال احنا عاوزين ننظر هنا المكلف عرفنا مين هو المكلف، الجن والإنس. لدي شروط التكليف ثلاث: البالغ، البلوغ والعقل، وبلوغ الدعوة. في شرط رابع اضافه اللي هو سلامة الحواس. بكم شرط البلوغ والعقل وبلوغ ده حاجة ثانية، بلوغ الدعوة غير البلوغ. البلوغ ده معناها بلوغ سن التكليف، بلوغ الايه الرشد، بلوغ الحلم، انما بلوغ الدعوة دي حاجة ثانية. شوف كده البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة. فاذا كان الانسان بالغا، خلنا في الانسان سيبنا الجن، بالغا وعاقلا لكن لم تبلغه الدعوة، لا يجب عليه ما ذكر من الإيمان ولا يعذب ويدخل الجنة. مش لا يعذب ولا يثاب، مفروض كده العدل، العدل لا عذاب ولا ثواب خلاص. إنما لي لأن الله تعالى لم يقل وما كنا راحمين، قال وما كنا معذبين. شوف الفضل، قال ده من باب الفضل ده. انما لو كان عدل يبقى لا ثواب ولا عقاب، ده بل بالعكس يعني اخذنا بدليل المعتزله يبقى عقاب عشان عندهم الوجوب عقلي. وقال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المفروض القياس ايه، وما كنا معذبين اي ولا مثيبين، المفروض كده لا عذاب ولا ثواب، يعني لا عقاب ولا ثواب حتى يكون ايه رسولا. يبقى اذا لو ده بالنسبه لايه بلوغ الدعوه، يعني اذا احد لم تبلغه الدعوه يبقى ايه غير معذب. ما نقولش غير مثاب، نقول غير ايه معذب، لان الايه نفت ايه نفت العذاب. حيبقى هنا بس اللي هي الثالثة اللي قلنا ايه سلامة ايه الرابعة سلامة الحواس. من ولد اكمه، عارف الاكمه ابرئ الايه الاكمه والابره، الاكمه ده غير الاعمى، الاعمى اللي كان في بصر وطرأ عليه، انما الاكمه ده ولد كده اكمه. واحد ولد اكمه او اعمى اصم تمام كده، او ولد مجنونا، او طرأ عليه الجنون قبل ان يبلغ، فكل من هؤلاء غير معذب خلاص كده. وبعضهم قال بحديث الامتحان للجماعة اللي زي كده واهل الفترة، يعني يقال لهم امتحانا ادخلوا النار، فاذا دخلوها كانت عليهم ايه بردا وسلاما، روحوا محاولين على الايه الجنة امتحان. الاعمى والاكمى وكذا حتى لو كانوا كفار بالدنيا، ما لا ما يسماش كافر، ده ولد اعمى ابكى اكم اصم، كيف يسمى كافر؟ ما حدش عايز كيف هيجي شو؟ لا مش العمى فقط، مقصود بسلامة الحواس يعني حيفقد السمع ويفقد البصر من اول ولادته او قبل، بخلاف من طرأ عليه بعد البلوغ ده مكلف. يقول اللي فقدها ولد بيها او فقدها قبل البلوغ، اما اللي بعد التكليف ده خلاص لازم يكون اثنان واحد لا
لازم سلامة الحواس. انما لو كان اعمى فقط ضد فيه في حاضر عميان وفيه في طرأ العمى على بعض الانبياء سيدنا يعقوب كله مش مكلفين بدلا مكلفين. من مراد ايه؟ فقد الحواس. اذا كان نقول كده البالغ ها العاقل ها وبلوغ الدعوة. ايه معنى بلوغ الدعوة؟ ها فهمنا البالغ معروفة والعاقل معروفة. ايه معنى بلوغ الدعوة؟ شوف كده البلوغ معناه ايه؟ يعني السماع. مش شرط يعني يروح لرسول لحد بابه ويطرق عليه، يعني معناها وصول الدعوة، يعني الدعوة وصلته اي سمع بها. اي اهل حديث الله يفتح اصحاح مسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي لا يسمع. وانا همثل لك مثال بسيط. واحد عامل مثلا عقد قران زواج وانت من اصدقائه ولم يوجه اليك دعوة، يعني نسي يبعث لك كارت العزومة ده في الفرح وبعدين لم تحضر فيلومك، فانت تقول له ايه؟ لم تصلني الدعوة. فيقول لك الم تسمع؟ هنا تبقى له الحجة. اذا شوف كده يقول لك سمعت يا اخي فلان نسيت، وانت اخي وصديق وعارف ان انا حأسر وافرح بايه بلقائك وبتشريفك. وهل يعقل انه في حد حيرد في المعمى حيروح يقول انت فين يا اخي انت ايه قياسك الغريب ده؟ ويروح يلوم ويقوم على. انما لو قال له والله انا ما سمعت هيعمل ايه؟ ها هيعذره ولا مش هيعذره؟ هنا معذور. اقول لك والله ده انا كنت في سفر ولم يخبرني ولم اسمع. بخلاف لما يقولوا انا سمعت بس ما وصلتنيش ليه. فهكذا الشعر مش معنى كده ان ربنا يبعث لكل واحد ولكل بلد ولكل قرية قال ما سمع الناس بهذه الرسالة لزمتهم الحجة بدليل قوله والذي لا يسمع لا يسمع. حتى وان كان السمع ده جاء عرضي مش مقصود، يعني بكلم واحد راح الثاني قاعد يسمع عادك سمعت. والان سبحان الله سمعت المشارق والمغارب والسماوات والأرض والبلاد والدول، ما يوجد يعني ليس متصورا حتى من الناحية العقلية انه في ناس ما سمعوش برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم كيف هو المسائل؟ انا اقول لك هي مسألة افتراضية، يعني لو فرض ما سمعش خلاص زي ما قلنا وما كنا معذبين. انما الان اقول لك يعني حتى انه ده من امارات وعلامات النبوة، انه صلى الله عليه وسلم بيقول والذي نفسي بيده لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار. فهل في بلد لم يبلغها الليل والنهار؟ طب يا شيخ هل من شرطه ان يبلغها غير مشوه؟ هل مثلا البعض بيقول انه وسائل الاعلام تقول عن الاسلام صورة مشوهة، هذا ما بيكون بلغته الدعوة سليمة؟ لا، لو بلغته بصورة مشوهة او بالنقيض يعني بالعكس خلاص يبقى معذور. لو في الحالة دي يبقى يجب عليه الكفر بهذه الدعوة. اذا كان بيبلغوه ان دولة دمويين ودولة سفاحين ومجرمين، كيف عاوز تدخل في الاسلام؟ يبقى معذور في الحالة. انا عاوز اقصد بلغته بدليل انه حدث ايه في بعض الحرب الخليج الثانية. بعض الجنود المسلحين الامريكان نفسهم تأملوا فكروا، يعني البلاد دي متخلفة وجاهلة وبتستمد قوتها مننا، احنا لنا وصايا ولنا ايه الحقد اللي في الدول الكبرى على هذه الشعوب وهذه البلاد رغم انها فقيرة وما عندها وكل امكاناتها الاقتصادية كلها واخدينها، فايه الداعي مثلا وكلهم يعني ما الذي يملكه هؤلاء ليس عندنا؟ فأخذوا يتأملوا ويبحثوا حتى وصلوا إلى الحقيقة وعرفوا أنه إحنا نملك قوة ما فيش حاجة تقف اللي هي الحق يعني. فعرفوا الحقيقة أن إحنا نملك الحق والدين الحق، فآمنوا ودخل عدد كبير في الإسلام. ولما حدثت الأمور الأخيرة اللي بيسموها أحداث سبتمبر
جعلتهم ايه يفتشوا ويقرأوا على الإسلام، مش عشان يعني يؤمنوا به، عشان يشوفوا كيف يشجع القتل وكيف، ولكن اكتشفوا ايه حقائق عكس اللي هم كانوا يبحثوا عنها، فدخلوا ايه في الدين. هم أرادوا الأول يبحثوا عن المثالب والمساوئ حتى يحاربوا بها الإسلام، لكن لما وقفوا على الحقيقة باشرت ايه شغاف قلوبهم، فلم يجدوا بدا إلا الانصياع لها. ومع ذلك لم تستطع أمريكا بكل ما أوتيت من قوة أن تمنعهم، لأن دي مسائل قلبية اعتقادية، حتى ممكن يكون في الجيش نفسه اللي راح العراق كانوا مسلمين، يبقى إذن دي قوة إيه؟ إيمانية. فهم بحثوا وفتشوا فوجدوا أن في قوة يملكها إيه العالم الإسلامي اللي الحق، وهم على الإيه وهم على الباطل. ولا ممكن أن أقول الذي يفعل دعوة مشوحة أيضا مكلف، يجب عليه أن يبحث. بس مش كل الناس عندهم أهلية، نرجع هنا للنظر والأهلية، في إنسان لا يستطيع التمييز، إنما لو عرف يميز، أو في إنسان يعني سبحان الله، يعني حتة اللي قالها الشيخ دي الناس وصلوا الدعوة مشوهة، حتى كلمة مشوهة تصير عنده تساؤل أو نوع من الفضول للبحث بحسب الفطرة، فتجد فيه وازع يعني، حتى غالبا التشويه ده بيبقى في مصلحة الإسلام مش في مصلحة الشخص، هو إنه بيدفعه إلى الإيه إلى البحث، وهو حتى ولو لم يسمع، بفرض إن إحنا قصرنا أو ما فيش علماء أو ما فيش مثلا مبعوثين أو إلى آخره، تجد هو عنده فضول أصلا بدافع الفطرة إلى البحث وإلى التأمل وإلى النظر حتى يقف على الحقيقة. هي مسألة يمكن افتراضية، لكن من ناحية الواقعية الكل ايه بلغته الدعوة، بدليل ايه سيدنا ابراهيم لما كان يقول اين يبلغ صوتي، قال له عليك الايه النداء وعلينا الايه البلاغ. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله تعالى خاطبه بقوله إيه؟ ما على الرسول الا البلاغ، انت بلغ، ومين اللي حيوصل؟ يبقى معنى كده تكفل الله تعالى بايصال دعوة نبيه الى اهل الارض جميعا. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، وما دامت ربنا ارسل رسول الى الناس جميعا يبقى لازم يوصل الرساله الى كل احد، ما هي معناها كده الايه، والا معنى كده يبقى في بعض الناس لم تصلهم ايه الرساله، حتى لو كان في تقصير من احنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل في الكون احداث او امور وهي في الظاهر لمصلحة الأعداء، ولكنها في حقيقة الأمر لخدمة هذا الدين. ألم تسمعوا أنه كانوا المشركين في مكة يضعوا ناس اللي هي جاية من المدينة وجاية من في موسم الحج على طرق المؤدية إلى مكة ليحذروهم من محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت النتيجة إيه؟ بعض الناس كانوا جايين للتجارة أو جايين لأشياء أخرى، ولا دراية ولا سمع عندهم بهذا الموضوع أصلا، فكأنهم لما حذروهم نبهوهم، فقالوا إحنا دينا خلصنا التجارة وكسبنا البضاعة، عندنا وقت لسه الراكب قدامه ساعتين، ما تيجي نشوف الراجل اللي بيقولوا عليه مجنون ونتسلى شوية كده، زي ترفيه، زي تعال ندخل السينما، تعال نروح وقت كده ياخذوا له التست، تعال نشوفوا إيه صاحبنا دي. فلما رأوه واكتشفوا انه مش مجنون امنوا. مين اللي خدمهم في الموضوع ده؟ الكفار. واذا اراد الله نصرة عبده كانت له اعداؤه ايه انصارا، فان الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر من حيث لا يشعر، هو ما اراد هذه الخدمة لكن الله اراد. اذا كان هذا هو فعل الحق سبحانه وتعالى في بداية امر الدعوة، فكيف قد اتسع العالم واصبح الان شبكة المعلومات والانترنت ونظام العالم الجديد اللي هو العولمة، ثم تقول لي في ناس ما سمعوش، في حد ما عندوش تلفزيون، في حد ما عندوش راديو، ها بلاش تلفزيون راديو، ما عندوش اسمه موبايل، ما عندوش انترنت، يعني أفترى أقول لي نقول له في تعال روح له مناك نتقالهم تلقاهم عارفين قبلنا. يا ريت تورينا البلاد بدون فين عشان نكلف الناس اللي هم عندهم قدرة وخلوا.
يعني الامر حتى مثلا نفترض امكانية وصول الدعوة بالفعل، ولكن نفترضها من ناحية انها يعني ممكنة، يعني ممكن تبلغهم، يعني افترض انه لم تبلغهم، سؤالهم مهم، لكن هل ممكن تبلغهم؟ ممكن. اذا بلغتهم الدعوة زي ما نقول ايه، عندك حاجة بالقوة وعندك حاجة بالفعل، بلغتهم بالقوة، وانت المكلف لك انك عارف في ناس ما بلغتهمش، يبقى لازم تحرك الناس عشان تبلغهم. انا لو اعرف كان بلغت، قلت لي بس ما حددت ليش مكان ولا فين ولا العنوان ولا البلد، اروح كده وخلاص امشي. قد تكون بلغتهم يا دكتور، وعلى بال ما اروح انا يمكن يكون واحد سبقني، المهم حتبلغهم ان شاء الله، لان الله تعالى يقول ليظهره. شوف كلمة ليظهره، واذا كان ده في عوامل الهية احنا من عرفهاش، والله العظيم في ناس دخلت في الدين باسباب لا يمكن ان تخطر على بالك، شافوا حاجات في شجر، حاجات في ارض، حاجات مش عارف في المنام، واحد انشرح صدره، يعني اسباب خطيرة. مرة جاي واحد من الازهر دخل اجنبي مش عارف من بلد ايه كذا، ناس من الكلام ده من 17 سنة او 18 سنة، فلما دخل قالوا له ايه، اخلع الحذاء النعلين، فهو ايه خلع النعلين، لكن بص ما فيش، انت عارف الازهر هو بلاط ما فيش، وكان تراث ساعتها، كان الايام دي جدد ونظيف وكذا، الاول كان اتربة كثيرة جدا، فهو خلع ولاقي انه الحذاء اللي لابسه انظف من الايه الـ فاستغرب، بده يخلع ليه؟ يعني ما فيش مثلا بساط ولا مثلا سجاد عجمي، فاستغرب، نزل متخلفين ابخلع ليه اذا كان لابس ونازل من سياره فخمه معناها حذاء جديد، ما يمشيش ليه بيجوه، ورغم انه لقي ايه لكن ما استطاعش، فما اخذوا منه الحذاء ومشى كده، فمشى خطوات ورجع ثاني على حسب ما حكانا بعدين. وبعدين بيشرحوا له الجماعه باللغه العربيه انه ده الازهر، وهنا في علماء وفي كذا الى اخره، وده مكان ليه مكانه في العالم الاسلامي بعد الحرمين ليه الشريفين كما قال شوق، واذكره ايه بعد المسجدين مكابرة لا الثلاثه مقبره. ولما قالوا له كده وده مكان عباده ومكان علم وكذا، فدخل لحد يمكن نصف الصح ورجع ثاني، وبعد كده مكث قليلا، مهم يعني ما فيش يعني ساعة من نهار او كذا الا وايه، والقى الله في قلبي حب ايه الاسلام، وطلب من المشايخ او من لجنة الفتوى هنا يعلموه كيف ينطق بالشهادتين او كذا. فلما سألناه ايه السبب في الاسلام، انت تعرف معالم هذا الدين، تعرف هداية وتعرف، قال لا، قال انا كل ما في الامر لما دخلت وطلبوا مني خلع الحذاء، شوف خلع الحذاء هيجي على بالك خلع الحذاء يكون سبب في اعتناق الاسلام، ايه ده بالفعل؟ قال اصلا لما انا خلعت الحذاء وجدت نفسي برضو انا لست اهلا للدخول في هذا المكان، عندما يعني كان جو عالي روحاني، شوف كافر وغير مسلم وشعر بايه بهذه الروحانية والمغناطيسية الكهربائية الإلهية اللي في المكان، وإحنا كمسلمين مع الألف والعادة والتكرار وكذا مش حاسين أو فقدنا الإحساس. فقال أنا تنبهت ووجدت أن هناك شيئا غريبا في داخلي غير الحذاء، لابد أن أخلعه، أخلع يبقى يدور يمين شعارات حاجة تتخلع. قال اخلع مثلا الملابس، قال لما لقيت لاقي الناس لابسين، ما حدش داخل المسجد عريان، ما حدش بيطوف بالبيت عريان خلاص، طب اخلع عمامه، هو مش جايب عمامه اصلا، الحذاء خلعناه، شراب ما فيش، طب ايه اللي يخلعه ثاني؟ قعد يبحث حوالي ساعة كده في نفسه، فوجد انه يجب عليه خلع امر اعتقادي اللي هو الكفر، وان هذه الاماكن لا يدخلها الا ايه الا اهل الطهارة المعنوية، يعني اهل الدين الصحيح. شوف المسألة جرته بايه، اهو ده امر يعني وديه عايشناه وجربناه. جاي واحد تاني برضه بيعرضوا عليه، طبعا كان زمان مسموح لهم، الان في تعليمات لهم ما يتكلموش في الدين، يعني وريله الاماكن الاثرية، لكن ما تعرضش عليه العقيدة ولا الدين، سيبه عشان ما يروحوش يشكوا يقولك ده يكره الناس او كده.
فقالوا له الإسلام بيعرض يدلوا كتب تعريف أنه ده فيه يعني حل جميع مشاكل العالم. الرجل استغرب، عندكم وإحنا عندنا فعلا، بس عرضة أو الطريقة اللي بنحل بها غلط. كيف حل مشاكل العالم؟ غيبة بندارته وفاكرين واحد من ضمن العوام. طيب قال لهم كيف تحلوا مشكلة المواصلات؟ فين حل مشكلتكم عندكم؟ قال شوف ايه اللي الرجل بيكلم اسمه ترجم مسكر وبيقول له كلمة يعني في حلول لجميع المشاكل، كلمة عامة. لا بلاش المواصلات، حلوا له مشكلة الإسكان. الرجل بيترجم ما عارفش يقول، فبس كده ما فيش حد لابس عمة راح شاف نحن قاعدين في جاب ويجري ورا. قام عبد سألنا سؤالين حيرنا، ايه امه؟ قال عاوز حل مشكلة. قلت انت بتكلموا ليه بالطريقة دي؟ عرض خطأ. اتكلموا في العقائد، اتكلموا في الإيمان، في الأخلاق. إذا كان مشكلات نحن مش عارفين نحلها بسبب بعدنا عن هذا الدين، نحل مشاكل العالم الغربي يا ابني ليه بتكلم؟ قال بس احنا تورطنا وعاوزين إجابة. فين حل مشكلة المواصلات يا مولانا في القرآن؟ كله سهل جدا، ربنا تعالى قال قل سيروا في الأرض. هتتحل المشكلة، المشكلة من أساسها ما فيش دفن. وأبو حل مشكلة الإسكان، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي. فالرجل تبسم وضحك جدا، لكن ما عجبوش الهروب من الحل ده، ومش حل. قلت له بعد كده ما تكلمش الناس بمثل هذه الطريقة، فإنها إيه؟ نعم. إذا كانت بقصد فجوره عليه ونصرته إثابة، لأنما إذا نصر الله الدين على يديه بدون قصد منه، لا بدون قصد، لا إذا أرادها حتى مع فجوره يؤجر عليها، لأن الأعمال بالنيات. لما إذا أجر الله على يديه خلاص، إلا إذا كان يريد ربنا يتفضل عليه. نعم. والفاجر لم يخرج من الإسلام إذا كان كافر وثاب على في الدنيا فقط، أما الفاجر لا، الفاجر يعني معناها مسلم لم ننفع عنه ليه الإيمان. إذا عرفنا شروط التكليف، العقل، البلوغ والعقل، وبلوغ الدعوة وسلامة الحواس. موضوع بلوغ الدعوة دي مسألة افترضوها وقلنا لكم عليها، ومعنى البلوغ يعني السماع، وليس معناها. شوف كده في كل كتب العقيدة والتوحيد لم محدش قال وصول الدعوة، ولكن قالوا بلوغ. في فرق كبير بين بلوغ وبين وصول. فكلمة بلغت ممكن تكون بلغتك بدون قصد توصيلها إليك، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع به أحد من هذه الأمة. وبعدين قال إيه؟ يهودي ولا نصراني ثم يموت وهو لا يؤمن بالذي أرسلت به، ده صحيح مسلم، إلا كان من أصحاب النار. فالسؤال هنا مهم، هو لا يسمع به أحد من هذه، ولا يهودي ولا نصراني، دليل على أن اليهود والنصارى من أمته ولا مش من أمته؟ من أمته. الأمة على نوعين، أمة الإجابة وأمة الدعوة. وهنا المقام مقام ليه؟ الدعوة، فهم من الأمة. طب وليه خصهم بالذكر؟ ما قالش أو بوذي أو مجوسي أو لأنهم يظنون أن عندهم كتاب وغير مطالبين أو غير مخاطبين به بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هم كذلك يزعمون أنهم مش مكلفين، فإحنا عندنا كتاب ولنا أنبياء، وإحنا أصحاب الكتاب الأول، وإحنا اللي القرآن أمر الرسول يرجع إلينا فاسأل الذين. فمعنى كده أنهم مش مكلفين باتباعكم، فخصهم بالذكر من أجل هذا الزعم. فهم داخلون في إيه؟ في عموم رسالته. مرة كان مستشار اسمه العشماوي كتب زمان في 25 سنة في الأخبار عمود كبير كده، أن اليهود والنصارى لا يجب عليهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، واستدل بآية من سورة البقرة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. قال إن هذه الآية ذكرت شرطين للنجاة عند الله، هو الإيمان بالله وباليوم الآخر والعمل الصالح، ولم تشترط الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم.
مع انه الغباء واضح في الاستدلال. هذه الآية لم بقول لك لم تشترط الإيمان بمحمد، هي لم تشترط الإيمان بأي رسول. شمعنا يعني خص لماذا يعني خص محمد بالذات؟ هل هي ذكرت أي رسول؟ ذكرت عموم الإيمان في كل شيء. لا، قال من آمن بالله ذكر إيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، ولم تشترط الإيمان لا بالملائكة ولا بالرسل ولا بالكتب. ده موضوع الرد، ده هو نتكلم على طريقة الاستدلال. دليله ايه؟ ان الآية ذكرت ايه شرط ايه؟ ايمان بالله واليوم الاخر والعمل الصالح، تمام كده، ولم تشترط الايمان بمحمد. فواحد رد عليه بس رد جميل، قال له ايه رأيك ان اليهود لا يجب عليهم، مش بيقول كده، لا يجب عليهم الايمان بمين؟ بمحمد، وايضا لا يجب عليهم الايمان بموسى. قالوا ليه؟ قالوا ما هو الايه لم تشترط الايمان بموسى، فلماذا يعني حصرتوا ايه وقصرتوا الامر على نبي واحد؟ والنصارى ايضا لا يجب عليهم الايمان بعيسى، لان الايه لم تشترط الايمان بعيسى. فارتبك الرأي، قال ما ليه الموضوع؟ قال لا، الموضوع يعني ايه؟ انه الآية بتشترط اركان الايمان ستة طبعا، ولا يكون المؤمن مؤمنا الا اذا جاء بها ايه؟ كل الاركان كاملة. عارف لو امن بالرسل كلهم وكفر بنبي لا نفرق بين احد ايه؟ من رسله. ولكن يذكر في بعض الايات ركن واحد او ركنين او ثلاثة، وبعض الايات تذكر الاركان ايه؟ كلها. فلا يؤخذ الحكم في قضايا العقائد من آية واحدة، لابد من انضمام الآيات كلها في موضوع واحد. لازم عشان تخرج به باستدلال. لما قال تعالى مخاطبا أهل الكتاب بالذات كده، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، كيف نقول لا يجب علينا الإيمان؟ ليه انت ذكرت هذه الآية وتركت بقية الآيات مع أنها محكمة وفي نفس الموضوع وفي نفس السياق؟ وفي قوله تعالى بعد ما قالوا ايه لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم فآمنوا بالله ورسله. سؤال هنا، هل محمد رسول ولا مش رسول؟ رسول. إذا كان رسول يبقى داخلين في الإيمان به عندهم ده. نعم عندهم ده. ما احنا حنلزمهم عدلك، سنلزمهم زي ما دارت مناظرة بين الباقلاني وبين واحد من كبار اليهود، اليهود حاخام مش قسيس، ده ألعن من القسيس، قال له انه ايه لماذا انتم لا تؤمنون بمحمد؟ فقال له لو كان رسول كان آمن به، زي ما تقول له مش معترفين بالرسالة، لو كان رسول كان آمن به. فأقام عليه حجة عقلية في دقيقة، مش كتب ومراجع ومناظر، كلمتين. قال له هل الله، هو قاعد كم سنة يدعو إلى الله؟ قال له 23 سنة. قال له 23 سنة ناس كثير دخلت في دينه من هنا ومن هنا، انتشر دينه. قال له هل الله تعالى كان يعلم أو لا يعلم؟ إن قال لا يعلم فقد نسبتموه، دي ألعن من إنكار رسالة دي. نعم يعني تبقى مصيبة أكبر. وإن قالوا يعلم قال فكيف لا يفضح كذبة، وكيف يعني العالم كله ده يقع؟ عادة الحق سبحانه وتعالى أنه إيه لم يجري عادته بتأييد الكذابين. لما مسيلمة أو أي حد ادعى أنه كشف أمره في أيام أو في شهور أو في سنة وافتضح الأمر وانفض الناس، لكن كونوا يؤيد له التأييد الطويل وينشر دينه يعني معناها لا يمكن يكون كذاب، ده العقل يرفض هذا والعادة والمنطق. فقال له فعلا لا يمكن يكون كذاب. قال يعني أنت تقر بأنه صادق وأنه رسول الله؟ قال نعم، ولكن ليس إلينا. إلى العرب. نقول خلاص نلزم بعد كده في الأدلة النقلية، بعد كده مدامت الدلالة العقلية يلزم بها. يبقى إذا معنى إنكارهم ده إيه؟ إنكار جحود. ايه معنى جحود؟ يعني معناها يعلمون. شوف انكار الجحود غير انكار التكذيب. تجد في القرآن حاجتين، تكذيب وجحود. قد نعلم
انه لا يحزنك الذي يقولون. الانكار على اربع انواع ذكروا الباب الان. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله. معنى الجحود يعني معرفة الحق وعدم الإذعان له. أو ده الجحود بخلاف التكذيب. هو بيعتقد انك كذاب ده موضوع تاني. انه عارف انك صادق ومش مؤمن بك. وقد صرح القرآن بهذا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. إذا معناه ليش مش مكذبين دولة دولة جاحدين. لأنهم أقروا وعرفوا صدق رسالته ولكن جحدوا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالجحود غير التكذيب. فهم جاحدون ومنكرون. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وبين الله تعالى علة كفرهم وهو حسدا من عند من بعد ما تبين له الحق. يعني ظهرت الدلائل وظهر الحق وسطعت الأدلة وقالوا لا عدى على موضوع تاني. موضوع تاني صعب ده مش سهل ده. ولذلك هم أشد الناس عذابا. ده معناه ده عند الحق سبحانه وتعالى. ده دي المعركة الآن مش مع سيدنا محمد. ده مع رب العالمين نفسه. القضية بتاعتهم قالوا سيبوا الموضوع معي أنا مش معك أنت. تمام. الواجب معرفة الله العلي. العلي هنا ايه يوصف ربنا بالعلو المنزلة وهو المعرفة والعلم بمعنى واحد على الخير والإدراك. المعرفة الجازم المطابق للواقع لموجب. شوف المعرفة إدراك جازم. ايه معنى الإدراك؟ إدراك يشمل حاجتين. في إدراك معه حكم وفي إدراك معهوش حكم. اللي معه حكم يبقى تصديق ومعهوش إدراك مفرد دون حكم يبقى تصور. الجازم المطابق للواقع لإيه؟ لموجب. فشمل الضروري والنظري. الموجب غير عن دليل يعني. الموجب يعني سواء كان عن دليل أو عن غير دليل. وخرج بقيد الجازم. قال الإدراك الجازم لما قال الجازم خرج إيه؟ هي لغة الجازم الظن. الظن والشك والوهم. وبالمطابق خرج الاعتقاد الفاسد. لأن الاعتقاد الفاسد فيه جزم لكن ما فيهوش ايه ما فيهوش مطابقة. يعني اعتقاد النصارى في التثليث اعتقاد جازم لكنه فاسد. ليه؟ لأنه غير مطابق للحق. تمام كده. كاعتقاد الفلسفي قدم العالم او اعتقاد النصراني بإيه؟ بان الله تعالى عما يقولون. ثالث ثلاثة وبقوله لموجب بكسر الجيم اي مقتض من دليل او حس او وجدان. الاعتقاد الصحيح كاعتقاد سنية صلاة العيدين. طيب ليه اعتقاد ليه مثل هنا بسنية صلاة العيدين؟ لأنه ليس مطابقا لأن بعض المذاهب يرى وجوبها. تمام. إذا فيه لموجب وفي إذا لم يكن هناك إيجاب زي ندب مثلا خلاص لازم تمثل بمثال يصلح لإيه للإجماع عليه. لأن بعض زي الأضحية في بعض الأقوال أو بعض المذاهب أنها واجبة وفي البعض بأنها إيه سنة. وبعضين الأضحية كانت واجبة. تمام. وبعدين ايه سنة او قيل انها واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وفصل ربك ايه وانحر. وهي بالنسبة لأمته ايه سنة. وفي تاني العقيقة في ذبيحة تاني الأضحية دي نسخت الايه الوجوب. نعم. العقيقة فيها برضو قول بالوجوب وفيها بالسنية. في قول غريب كمان عند الأحناف بالتحريم إنها دي محرمة. تمام. عشان لو واحد معوش بخيل يروح يدور على إيه على مذهب الحنفية في المسألة دي. على إنها كانت موجودة ونسخت الأضحية نسختها. والذي يكفي في المعرفة الدليل إيه الجملي اتفاقا اللي هو المعجوز اللي هتكلم فيه الشيخ الأمس
الدليل الجمل، يعني يعرف دليلا ولكنه لا يستطيع حل تفصيل هذا الدليل ولا دفع الشبه التي اذا وردت على هذا الدليل لا يستطيع ان يرد عليها. كان يعرف وجوده تعالى بكونه خالق، هذا اعظم دليل. لو سألته ما هو الدليل على وجود الله يقول لك هذا العالم، العالم ده خلق نفسه، مش لازم مدامة العالم موجود يبقى له خالق. اذا قال هذا فهذا هو الدليل الايه الجملة، يعني معناها دليل في الجملة، ولكن اذا جبنا له شبهة لا يستطيع ان يرد ولا ان يفصل. اما التفصيلي فهو ايه يعرف يرد الشبهة. اذا نقل عن بعض العارفين ان سبب مشروعية جميع التكاليف اول حاجة ربنا كلف بها ادم هو ايه عدم الايه الاكل من الشجر، لانه ادم ربنا خلقه فين في الجنة خلاص، واسجد له ملائكته. يعني كان عاوز يقول لك المعرفة ربنا الهم بها سيدنا ادم الهاما، تمام، ده اصل البشر، ده ما حدش علمها له لانه هو اللي علم الايه الملائكة. يبقى ما كلفوش بالمعرفة الله ولا بالايمان، ما كلفوا بها موجودة فيه وما كلفوا بها. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، قال لك الاكلة الشجرة اللي اكلها ابونا ادم دي كانت جميع التكاليف في مقابلتها كفارة لها وتطهيرا لمحلها. ده كلام بعض الناس العارفين، يعني كلام كده بالفتح كده او يعني زي ما نقول بالفهم. وان ثمرت جميع التكاليف التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام يرجع نفعها اليها والى الرسل لا الى الله تعالى، لانه سبحانه غني عن العالمين، وذلك لانها كفارة لما نرتكبه من المخالفات، فما من فعل منهي عنه الا ويقابله امر مأمور به يكون كفارة. يعني الانسان اذا وقع في المعصية فعليه بالطاعة، فانه ما من فعل منهي عنه الا ويقابله فعل مأمور به، فإذا وقع في المنهي فعليه بفعل إيه؟ المأمور، فيكون فعل المأمور ده كفارة لارتكاب الإيه؟ المنهي. ولذلك قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، لأن الحسنات مأمور إيه؟ بها، والسيئات منهي إيه؟ منهي عنها. والله تعالى يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالدليل التفصيلي هو المقدور فيه على حل الشبه، فلا يجب عينا، يعني لا يجب على كل احد الدليل الايه التفصيلي، وما لا يجب على مين؟ على القادرين المؤهلين له. يعني يجب وجوبا كفائيا. طب ليه وجوب كفائي؟ لانه لا بد ان يكون في الامه من العلماء من يصون ويذب ويدافع ويحمي البيضه ويقدر على رد شبه له المخالفين والمنكرين. فهل هذا على كل الناس؟ ألم يقل الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة طائفة؟ ألم يقل حتى في الأمر بالمعروف ولتكن منكم مش ولتكونوا، ولتكن منكم أمة يدعون، يعني جماعة. فهذا واجب كفائي لصون الدين بدفع الخصوم. وأما التقليد وهو الأخذ بقول الغير من غير حجة من غير دليل، فهو الاعتقاد الجازم المتمسك فيه بمجرد قول الغير فقد اختلف فيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر